نعم، الآن محاولة تسلل الثالثة قبل دقائق. يقول الجيش بأن هنالك محاولة تسلل ثالثة عبر الحدود اللبنانية مع الجليل هنا في شمال البلاد. الجبهة الشمالية يعني ساخنة، يمكن القول اليوم بأنها ساخنة. هنالك تعزيزات أمنية كبيرة جدا جدا، أعداد كبيرة من الجنود والحواجز العسكرية والحواجز الشرطية. هنالك تبادل إطلاق نار، كان هنالك محاولة تسلل أولى عبر بلدة عرب العرامشي في الجليل الغربي إلى الغرب من هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. أعلنت إسرائيل أن الحدث انتهى، ومباشرة كان هنالك أيضا إعلان عن محاولة تسلل ثانية في كيبوتس عراء المتواجد هو أيضا في منطقة الجليل الغربي. وهنالك تبادل لإطلاق النار كثيف كما نفهم يعني من المصادر الإسرائيلية. هذه المناطق كلها يعني مغلقة. عرب العرامشي الآن أيضا مغلقة ولا يسمح حتى لأهلها بالدخول، كلهم يقفون في الخارج. والآن في كيبوتس عراء تبادل إطلاق نار كثيف. الآن يتحدثون عن محاولة تسلل ثالثة، لا توجد لدينا أنباء إضافية عن هذه المحاولة، ولكن الآن يصلنا بأن هنالك ارتفاع في عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار في عمليات التسلل هذه التي تحدثنا عنها. أربع جنود إسرائيليين مصابين بشكل متوسط، إصابات متوسطة. إذن على صفيح ساخن الآن الجبهة الشمالية، الجيش الإسرائيلي يقصف في لبنان. لا نعلم بعد ما هي طبيعة الأهداف التي يقصفها. فهمنا بأن هنالك برج حزب الله، وهنالك قصف في عدة مناطق في جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي. لا نعلم إن كانت الأمور ستتطور إلى أكثر من ذلك، ولكن حتى الآن رغم هذا القصف، رغم عمليات التسلل، يمكن القول وبحذر شديد بأن إسرائيل لا زالت لا تريد إشعال الجبهة اللبنانية الآن، خاصة وأنه يتردد. لكن ربما هنا هي تتحضر لهذا، يعني كان معنا بأن الاجتياح البري، بأن هنالك اجتياح بري وجيز وشيك عفوا لقطاع غزة. وفق إحدى الصحف الإسرائيلية نقلت عن المكالمة بين نتنياهو وبايدن بأن إسرائيل تتجهز لاجتياح بري أيضا لغزة. نعم معك.